أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معنا اليوم من برنامجكم مليون حكاية. معكم سامي المرسي يتحدث إليكم عن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عن عين ميلاده بالميلاد والهجرة. تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق الفقهاء على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، واتفقوا أنه ولد في عام الفيل. ورجح جمهور العلماء أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، واختلف الفقهاء في رقم ذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول. ونقل الحافظ ابن كثير العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم، وذكر منها اليوم الثاني واليوم الثامن واليوم العاشر واليوم الثاني عشر واليوم السابع عشر واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت ذكرى المولد النبوي الشريف على رأي الأرجح يوم 12 ربيع الأول. المولد النبوي الشريف هو أعظم إفضال الرحمة الإلهية على البشرية جميعا، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة لم تكن محدودة، هي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على الصعيد الروحي الجميل، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لم يلحقوا بهم. تاريخ المولد النبوي الشريف، ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين بلا خلاف، والصحيح أن ذلك كان وقت طلوع الفجر. والراجح الذي عليه الأكثرون من المؤرخين وأهل العلم أن مولده صلى الله عليه وسلم كان ل12 ليلة خلت شهر ربيع الأول، وهذا هو الذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور احتفالهم بذكرى مولد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في عام الفيل في السنة 53 قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكانت ولادته في شعب أبو طالب بمكة المكرمة. استدل بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. واستند إلى ما قاله الإمام محمد بن إسحاق كما حكاه عبد الملك بن هشام السيرة النبوية: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. هل ولد النبي وقت الفجر؟ وأوضح أن توقيت ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بطلوع الفجر. عن معروف ابن خربوز وغيره من أهل العلم قالوا: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ولد ل12 ليلة مضت شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين طلع الفجر ووصل. وهذا هو الذي صححه الحافظ الدمياطي في سيرته كما نقله عنه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الأطار السير ومورد المختار، وأكمله: ويدل لوالدته مع طلوع الفجر قول جده عبد المطلب رضي الله عنه: ولد في الليلة مع الصبح مولود، أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه. ومن طريقه الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. توقيت ميلاد بالتقويم الميلادي وصل التحقيق والصواب الذي تدل عليه كتب التوفيقيات بين التاريخين الهجري والميلادي، أن مولده صلى الله عليه وسلم وافق يوم 22 من شهر إبريل عام 572 ميلادية، وهذا الشهر الميلادي هو أول شهر ربيع كامل، فوافق ربيع مولده القمري فصل الربيع، واستدار الزمان ليوم ميلاده الشريف، وربيع هو الموسم الذي تتفتح فيه الزهور وتغرد الطيور وتحلو الحياة. ولخص فتواه
وبناء على ذلك قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وقت طلوع الفجر في عام الفيل في السنة 53 قبل الهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو الذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور في احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف. قال صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، وانفق ذلك يوم 22 من شهر إبريل عام 572 ميلادية، وذلك فصل ربيع. معجزات ميلاد النبي. إن من معجزات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الأصنام في الكعبة على وجوهها، هذا حدث يوم ولادته المباركة. إنه ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مختونا مقطوع السرة، وخرج نور معه أنار المساحة الواسعة من الجزيرة العربية، وفقا لشهادة أم عثمان بن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتين باتا عند السيدة أمينة أم النبي ليلة الولادة. قد قلنا رأينا نورا حين الولادة أنار لنا ما بين المشرق والمغرب. وقالت السيدة آمنة أم النبي إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء ونظر إليها، ثم خرج منه نور أنار له كل شيء، وسمعت في النور قائلا يقول إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأتى به عبد المطلب لينظر إليه، قد بلغه ما قالته أمه، فأخذه ووضعه في حجره. كانت أمه عليها السلام الله قد سمته أحمد قبل أن يسميه جده، وكان هذا الاسم نادرا بين العرب، فلم يسم به منهم سوى 16 شخصا، ولذلك فإنه كان من أحدى العلامات الخاصة به. وتساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها، وانكسر ملك الفرس في ذلك الوقت، وسقطت 14 شرفة منهم، وأخمدت نيران فارس ولم تخبط قبل ذلك بألف عام. جفت بحيرة ساوة، وهي بحيرة مغلقة ذات ماء ملح تقع في محافظة المثنى جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة حاضرة المحافظة. ولم يبقى سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة، ولم تبقى كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها، وحجب إبليس عن السماوات السبع. ويقول جعفر الصادق بشأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، ولما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب عن السماوات السبع كلها، ورمت الشياطين بالنجوم. معجزات ميلاد النبي. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بجوف مكة بالشعب، وقيل بالدار التي عند الصفا، وكان مولده عام الفيل، العام الذي حاول فيه جيش إبراهيم هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل أهلكتهم ومنعتهم. وشهد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات، ليس في مكة وحسب، ولكن في بلاد المشرق والمغرب، فجاء ميلاد النبي إذانا بميلاد الإمام في قلوب البشر. ورأت السيدة آمنة حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أنار لها قصور بصرة من أرض الشام، وقالت والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولادته وأنه لوضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. وتقررت الرؤى عند آمنة، وسمعت كأن أحدا يقول لها أعزي بالواحد من شر كل حاسد، ثم تسميه محمدا، وجاءت الآلام المخاض، فكانت وحيدة ليس معها أحد، ولكن شعرت بنور، لكنها شعرت بنور يغمرها من كل جانب، وخيل لها أن مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون وهاجر أم إسماعيل كلهن بجانبها، فشعرت بالنور الذي انبثق منها، ومن ثم وضعت والدها كما تضع كل أنثى من البشر. وعندما ولدت السيدة آمنة رأت أم عثمان بن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة. قلنا رأينا نورا حين الولادة أنار لنا ما بين المشرق والمغرب. وذكرت فاطمة بنت عبد الله أنها شهدت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم،
فقالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لا أنظر إلى النجوم وتدنو حتى إني لا أقول لتقعن علي. وروي أنه صلى الله عليه وسلم محظوظا مسرورا بعد أن وضعته السيدة آمنة، أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه فنظر إليه وأخذه فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها وسماه محمدا. وهذا الاسم لم يكن العرب يألفونه. فسألوه: لما رغب عن أسماء أباه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. هنا سنتحدث عن احتفال المصريين بالمولد النبوي الشريف وصناعة حلاوة المولد. بدأت صناعة حلاوة المولد في عهد الفاطميين، وارتبطت بوجدانهم حتى الآن. تظل ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذرة الاحتفالات الدينية على الإطلاق، فجميع أهل مصر يحتفلون بها احتفالا كبيرا بإحياء الشعائر الإسلامية وتناول الحلوى. وكان هناك علاقة وثيقة بنظر المصريين بين ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم والطعم الحلو وطعم السكر مع أجواء الفرح، باعتباره أحلى الاحتفالات على الإطلاق وتاج المشاعر الدينية. فقد حاول الحكام على تعاقبهم واختلاف أجناسهم استغلال تلك الخصوصية عند المصريين وتقربوا إليهم، وحاولوا استمالتهم بالاهتمام بكل الاحتفالات الدينية وعلى رأسها المولد النبوي الشريف، وصرفوا عليها ببذخ كبير بدءا من الخلفاء الفاطميين. كان حكام الفاطميين يشجعون الشباب على عقد قرانهم يوم المولد النبوي، ولذلك أبدع صناع الحلوى في تشكيل حلوى المولد حتى تعكس روح هذا العصر. وتوارث المصريون عبر الزمان الاحتفال بالمولد النبوي حتى عصرنا الحالي، ولم تتغير مظاهر الاحتفالات كثيرا عن العقود الماضية، خاصة في الريف والأحياء الشعبية في المدن الكبرى. ومع بداية شهر ربيع الأول من كل عام تقام صفقات كبيرة حول المساجد الكبرى والميادين في جميع مدن مصر، وخاصة في القاهرة، مثل مسجد الإمام الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما، مع قيام المنشدون المدائح النبوية. وإن الفاطميين هم أول من بدأ في صنع العروس من الحلوى في المولد، وقد وصفها أحد الرحالة الإنجليز وهو مارك جرش الذي عاصر المولد النبوي في مصر بأنها عروس متألقة الألوان، توضع في صفوف مترصة وترتدي ثيابا شفافة كأنها عروس حقيقية. حلاوة المولد حكايتها ترجع إلى 1000 عام، صنعها الفاطميون لأهداف سياسية، وكانت بدايتها من القاهرة في القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطميين للمحروسة عام 973، وأجمعت أغلب الروايات على أن صناعتها استوحت الفكرة والأشكال من موقف الخليفة الفاطمي الذي كان يجوب الشوارع ويوزع الحلوى كميات كبيرة على الناس والجنود يوم المولد النبوي الشريف. إلى هنا نصل أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا مع تحياتي.